كان عندي موظف أستاذ بدر، كان يحب يقاطعني، قاطعته وحذفته قسم بعيد. جاتني أخبار بعدين من القسم إنه بطل يتكلم من الأساس. جيت سر لك موقف مماثل أستاذ بدر؟ إلا يعني قد صار لي موقف مشابه. تعرف أنت عالم الإدارة يصير فيه يعني مواقف. أنا مرة من المرات جاني موظف دخل علي كذا قاعد يتمتم ومتردد وما رمى لك كلمة، فاضطريت إني أقول له أنتم استيراد وتصدير أستاذ عوض ولا؟ والله إحنا الآن على نطاق إقليمي، بس حابين نصير إنترناشونال ونتوسع أكثر. بلجيكا وجنوب أفريقيا. ولا على طاري جنوب أفريقيا، عندي صندوق زي هذا أخذته سورفانير من بائعة كده متجولة، عرفت إني سعودي، قالت لي السلام عليكم. طيب أستاذ بدر، على طاري الفندقة، أنتوا ناويين يعني تتفرعوا وتتوزعوا أكثر في أنحاء المنطقة؟ يعني حاليا على نطاق إقليمي، لكن يعني مستقبل، يعني أنت تعرف إدارة الفنادق صعبة ومتعبة. أبو عبد الله، في عندنا فكرة ودي أقول لك يا سريع. زي ما أنت شايف يعني أستاذ عوض، الفندقة صعبة خاصة بوجود موظفين على هذه الشاكلة. يعني داخل علي وقاطع نقاشي أنا والأستاذ عوض، أي اقتراح عندك تجين الساعة 11، الساعة 10 الصباح نفس اجتماعنا اليومي، تفضل. أنتوا عادي كده نجي ونقول آراءنا ونقترح؟ وين العزم؟ وين المانجمنت؟ إيش التسيب هذا؟ صراحة أنا disappointed. Impossible. أضرب النكهة في الخلاط وحمصها وبحرها وبالملي بتطلع كأنها أكل بساندويتش. بس تدري ممكن نقدمها كأبيتير. يضفنا لها صوص غامش خفيف. فهمتني؟ والله بتضرب يا عيال. بوجود موظفين على هالشاكلة، واحد يخب عليه. وتقول لي تقبل المدير لآرائك ثلاثة؟ لا، واحد. والله لو في صفر لحط. على فكرة الموظفين الصغار دول متسلقين. أتفق معاك وأزيدك من الشعر بيت. يا أبو عبد الله، أنا حطيت 5 على كل شيء، بس في سؤال أخير ما أدري يستهبل، يقول ما هي تطلعاتك من خلال العمل في المنشأة؟ ولا حط دواوير ولا حط شيء، يعني ما وش أجاوب من فهمته ولا حط 5؟